أود بهذه المناسبة الكريمة أن أتوجه إلى جميع العاملين في شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية بأسمى آيات التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركة، متمنيا لكم وللشركة مزيدا من التقدم والتطور والازدهار. فنحن نعمل كعائلة واحدة ونتكاتف بعضنا مع بعض من أجل نمو عمل هذه الشركة، والله الموفق وشكراً.